هجروا قسريا من الشمال إلى الجنوب، فوصلوا بعد رحلة رأوا فيها الدمار والموت والخراب، والآن يطلب منهم الرحيل مرة ثانية، لكن إلى أين؟ هذا ما يتساءل عنه النازحون في الجنوب. طلبوا من سكان غزة، من إحنا، من الأهل المواطنين من غزة، قلنا تفضلوا على الجنوب، تفضلنا على الجنوب. هلقيت طلب يقول تعالوا الجنوب، ارحلوا. وين نروح؟ إحنا بدنا نفهم إحنا وين رايحين بالضبط، ما حدش فاهم إيش الدنيا. سكان غزة لا يجدون مكانا آمنا للاحتماء في ظل تواصل القصف الإسرائيلي، فمستشفيات قصفت ومنازل محيت في ثوان، حتى منشآت الأمم المتحدة المحمية بموجب القانون الدولي استهدفت. إحنا من سكان غزة، معسكر جباليا، أجينا هنا على أساس إنه اليهود قالوا اطلع على الجنوب وإنه الجنوب آمن. اليوم في المناشير بتاعتهم بيقول لك اطلع من الجنوب، يعني اليوم احنا فيش مكان فيه آمن، حتى هان قاعدين وفيش أمان، بكفي المجاعة اللي الأولاد فيها والمرض اللي احنا عايشين فيه. عدد النازحين في غزة يقترب من 1,600,000 شخص، والآلاف ما زالوا يواصلون شق طريقهم نحو الجنوب وأماكن قال عنها الجيش الإسرائيلي إنها أكثر أماناً بعد قصف وتدمير ما زالا مستمرين شمال القطاع. وبسبب الخطورة المحيطة بسكان غزة أينما ذهبوا، النازحون أصابهم اليأس من الحياة. الأمان في وجه الله، فيش ولا ندفة في غزة آمنة، ولا أيات ندفة في غزة آمنة، الأمان في وجه الله. وإحنا هنا الحمد لله قد عايشين، يا عالم كمان شوية، كمان نص ساعة، كمان ساعة، إحنا بلدنا بطلت فارقة الحياة معنا.